كيفاش نقول لك حاجه شيخي كيحزن يبتسم مازال ما فهمتش لحد الان اسباب تغيير كريستنسن بين الشوطين يقحم يصاب مصاب شوف ديونغ خرج الاصابه واضح لكن كريستنسن لماذا خرج كريستنسن وتحول ديونغ وتحول بيدري وغوندوغان هما اللي خرج ديونغ ميدو اثر لما دخل بيدري ما كانش يقوم بواجبات دفاعيه كما غوندوغان يغرق الوسط لو تلاحظ فرق الوسط برشلونه في العديد من اللقطات بيلينغهام لم يظهر الى غير الشوط الثاني سؤال واحد محبي. اريد اجابه صريحه منكم هل تعرض اليوم برشلونه لعمليه سرقه من طرف الحكم نعم او لا لا شكونت نعم او لا 50-50 نعم او لا تعرض او لم يتعرض نقول لك تعرض تم اهداف ريال مدريد الاخرى لم تكن صحيحه لا كانت صحيحه كانت فيها اخطاء تعرض الى السرقه اثرت على نتيجه المباراه في لقطه ضربه الجزاء تعرض الى السرقه تعرض الى الضرب التحكيمي هذه جزئيه في كره القدم والجزئيه تقدر تصنع الفارق تقدر تغير مجرى اللقاء برشلونه غير قادر على مقارعه الريال في السنوات الاخيره خاصه هذا العام انا شفت اخر 15 كلاسيكو لم اجد انتصارات كبيره لي العام اللي فات ربحوهم ماتش واحد ذكرتك صغير اخويا نفكرك العام اللي فات السعوديه 15 كلاسيكو نعطيك 15 كلاسيكو نعطيك 15 كلاسيكو اعطينا 15 كلاسيكو هاي 15 كلاسيكو الاخيره ريال مدريد 2 برشلونه 0 ريال مدريد 3 برشلونه 1 ريال مدريد 2 برشلونه 1 ريال مدريد 2 برشلونه 1 ريال مدريد 3 برشلونه 2 ثم ريال مدريد 0 برشلونة 4 وبعدين ريال مدريد 3 برشلونة 1 ثم برشلونة فاز 3 مرات 3-1 1-0 و2-1 ثم عادت الغلبة لريال مدريد 4-0 2-1 4-1 3-2 يعني من 15 كلاسيكو 11-4 ميدو ردها عليه إني استطعت 11-4 لما أقول لك أخر وين وكانه وين صح سيريوس يعني الموسم الماضي برشلونه فاز بثلاث مباريات عندك اربع انتصارات في اخر 15 مباراه وعندك 11 ثاني نعاود نولي لك عندك 11 خساره ميدو ثاني برشلونه كان يفوز بخمسه سته كلاسيكو نبداو من الاول كاع ميدو الريال انت فايز من الاول باش نفضل حوالي اربع انتصارات خمسه اليوم اليوم معليش نرجعوا الى ما جرى اليوم ماكاش بزاف يا با تخو ديفيرونس دو فيكتوار نعم اختفاء ليفا وتوهج فاسكيس و بيلينغهام مباراة كبيرة لفاسكيس خاصة فاسكيس لاعب مميز لاعب متعدد المناصب لاعب صغير في السن ولاعب يثبت يعني عن الجدارة منذ سنوات طويلة في فريق ريال مدريد أثبت دائما يعني أنه هو حل من بين الحلول لأنشيلوتي ولمدربين آخرين على غرار زين الدين زيدان أو اللي كانوا في ريال مدريد شيء مهم جدا أنك تكسب لاعب مثل فاسكيس بيلينغهام قطعة ثابتة حتى وين شفنا يعني أنه الهدف الأول تاعه في 2024 يعني طول ما سجلش يعني غاب عن التهديف هذا شيء يعني ما كناش نستناه من بيلينغهام نظرا للبداية القوية اللي كانت عنده لكن اليوم سجل في مباراة هامة عاد في أفضل وقت ممكن يعطيك ساعة وسجل هدف جميل وفي وقت مهم وتشوف الهدف تاعه كما يعني سجل ديبراين ضد ريال مدريد ضرب الكرة في السماء يعني ما يقدرش الحارس وهدف جميل يعني مع كل شيء وليفاندوفسكي محمد لو تتذكر سألتنا هنا في البلاطو لما أمضى ليفاندوفسكي في برشلونة قلت من راح يكون هذا الموسم أفضل بنزيما أو ليفاندوفسكي أنا قلت لك بنزيما هذا الموسم لأن ليفاندوفسكي نعرف أن منظومة البايرن هي اللي خلته دائما يكون ليفاندوفسكي الكبير لكن في برشلونة لازم تكون عندك المهارة الفردية لازم يكون عندك الحس التهديفي لازم تكون عندك القوة البدنية مثل ساميال إيتو مثل لاعبين آخرين شفنا أن يعني إبراهيموفيتش وبالقوة دياله وبالفورمة العالية اللي كان فيها في فريق ميلان آسي في فريق إنتر ميلانو في فريق مانشستر يونايتد مع هذا ما قدرش يتأقلم في برشلونة برشلونة فريق صعب محمد وليفاندوفسكي ما لوموش إلا هو لكن لأن منظومة فريق برشلونة يعني ما ساعدتوش إصابات كثيرة خاصة يعني منذ قدوم تشافي وين غير من طريقة اللعب حسنها نوعا ما لكن لا يوجد لاعبين في عيار ثقيل باش يغطيو يعني هذاك القوة اللي كانت في برشلونة في تشافي وإنيستا وميسي والآخرين ألفاس صحيفة ماركا الإسبانية تنتقد أسوأ لاعب في برشلونة وتصفه بالبطيء وتعتقد بأنه قضى ليلة سوداء هل عرفته؟ رافينيا لا كونسيلو قلنا بلي كونسيلو قلت له ذبحكم كونسيلو في مباراة اليوم لأنه واحد من أسباب الخسارة أكيد لأنه ما ساعدش لا هجوميا هو كانت الميزة تاعه أنه يساعد كثيرا هجوميا اليوم ما ساعدش هجوميا ربما لأنه
تاثر بمباراه باريس سان جيرمان تعب صعب فالفيردي وفاسكيس يجوك على الصعب شيء. الامر الثاني انه دفاعيا ارتكب مجازر ارتكب مجزره امام ديمبيلي في باريس سان جيرمان الاسبوع الماضي، اليوم كرر نفس تقريبا نفس الخطا ولو انه كما قال لك ميدو تحرك ابراهيم دياز اثر على اللقطه لانه اخذ معه كانسيلو وفتح المجال ل لوكاس فاسكيز باش يتقدم ويسدد باريحيه داخل الشباك. حتى في لقطه ضربه الجزاء هو اخترق يعني الاول كونسيلو ثم راح الكوبارسي تسمى حتى في لما في لقطه ركله الجزاء باش نحيو كاع هاد لابوليميك الطريقه اللي مر بها فاسكيز من كونسيلو على كونسيلو تقدر تقول جوز بها الجوار ميني مكادي مشكل كما في هذا المستوى كونسيلو انخفضت اسهمه حتى غوندوغان اليوم حتى غوندوغان غوندوغان لعب في المباريات تعبان ما يقدرش يكمل المباراه في اعلى مستوى. نعم. اللقطه التي اثارت دهشتي ايضا انفراد فيران توريس لما كانت نتيجة 1-1 قبل هدف فيرمين نعم. لوباز الانفراد هذاك اللي داروه ب 40 متر لوحده كيفاش رمى الكرة بجانب المرمى لا ادري اليوم مثلا لماذا لا يلعب فيكتور روكي اللي راح يسقام البرشلونة 60 مليون اورو 30 تم دفعها و30 اخرى ستدفع على مراحل. فيكتور روكي فيكتور روكي لعبة المباريات سجل هدفين بعدها اخفاه تشافي تماما كما في اليوم على اساس انهم جابوه باش ينافس ليفاندوفسكي ومع الى غاية الموسم المقبل اللي كيصبح يلعب. اليوم الشمعة المتوهجة في برشلونة هو امين لامين يامال لاعب منتز تصور انه مازال ما دار 17 سنة عنده هذيك الكاريزما وهذيك الشخصية فوق ارضية الميدان ارضية الميدان لعب ولعب امام كامافينجا اللي واحد من افضل لاعبين ريال مدريد رغم فوزه امين ريال مدريد رغم فوزه بهذه المواجهة وابتعاده الان بفارق 11 نقطة الا انه لعب بالنار اليوم متأخر مرتين يفوز في آخر أنفاس المباراة لم يقدم أداء جيدا. هل هو التعب الذي نال منه من مباراة مانشستر سيتي أم أنه كان يلعب على التعادل؟ حتى تغييرات أنشيلوتي أثناء المباراة لم نحس بأنه يريد الانتصار تغيير ميليطاو لما أقحم ميليطاو تحس أنه كان يلعب. ولكن محمد هذه عقلية الريال دائما يجعلك تشعر أنه خلاص راضية بالقليل وأنهى المباراة ولكن يخرج لك من حيث لا تحتسب في آخر دقائق المباراة ويقتلك. شوف اليوم ما لازمش نقصه أيضا من قيمة برشلونة محمد. برشلونة حتى لما يكون جريح يكون خطير. برشلونة اليوم كان قادر يفوز بالمباراة في العديد من اللقطات. برشلونة كان قادر يفوز بالمباراة. هذا يبقى كلاسيكو. هذه هي جمالية الكلاسيكو. لا يهم أبدا حالة الريال وحالة برشلونة. مهما كانت حالة الريال ومهما كانت حالة برشلونة تشوف كلاسيكو جميل 5 أهداف كاملة تبقى هذه كرة قدم. اليوم ريال مدريد أبرز إنجاز وأنه تقريبا حسم لقب الدوري وسع الفريق إلى 11 نقطة. الآن سيكون بمقدرة أنشيلوتي أن يدور تشكيلة. ننتظر أن نرى فرصا أكبر للمشاركة للاعبين مثل أردا جولر مثل سيبايوس مثل فران غارسيا. ننتظر أن نشاهدهم أكثر فيما تبقى من مباريات الليغا. الآن سيحضر بكل أريحية سواء نفسية أو بدنية لمباراة الأليانز أرينا بعد تقريبا بعد أكثر من أسبوع 10 أيام تقريبا. هذا ما أبرز إنجازات الكلاسيكو اليوم. نعم.